الدجاج ديال الدوار واه يزغت. ودرك الاخوان غادي يمشيو للمكان التاريخي ديال الدوار تي مطهرت، وهاد تي مطهرت هي العين ديال الدوار. هاد البلاصه هادي راه كانوا يفلحوا فيها هنايا، ودرك بسبب الجفاف يعني راه استغلوها داروا فيها هنايا هاد الخشبات عباره عن مرمى، وكيلعبوا هنا كره القدم. كيبانوا ما شاء الله، شوف دوار وويزغت بجبال بني زناسن اقليم بركان. السلام عليكم الاخوان الاخوات، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان احنا كنتواجدوا بدوار وويزغت بقبيلة بني وريمش بجبال بني زناسن اقليم بركان. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير واحد الجولة وغادي نتعرف على دوار وويزغت اللي مجموعة ديال الناس ما كيعرفوهش. في هذا الفيديو غادي تعرفوا عليه عن قرب. من الاسماء العائلية ديال هاد الدوار هذا كاين بركوسي، كاين المقدمي، كاين الزعراوي، وكاين النابت. وإلا نسيت السمية ديال شي واحد خليوها لنا في التعاليق. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا ونتعرفوا على هاد الدوار هذا، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، مع الأحباب ديالكم. ما تنساوش تصليو على النبي على بركة الله. نبداو هذا الفيديو إن شاء الله. عندي هنا شوية ديال الخبز نعتبرهم. شوف 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 الدجاج ديال الدوار واه يزغت. شوف 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 الله أكبر. المسجد هنايا، خليكم مع هاد الأجواء الروحانية. لا إله إلا الله محمد رسول الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والإخوان هاد الدوار هذا حتى هو كذلك ضربوا الجفاف. دوك كنت نهضر مع واحد السيد، واحد من ابناء الدوار. الدوار راه كبير تبارك الله، والطريق الرئيسيه راه كاينه في الوسط، يعني في وسط الدوار. هو كاين مجموعه ديال السكينه من هاد الجهه من هنايا، هادو من مور الطريق، وكاين السكينه ديال هاد البلاصه عاود من هنايا من الطريق لهنا. والسيد اللي تلاقيت معاه يعني بقى يعاود لي على التاريخ ديال هاد البلاصه هادي، كيفاش كان دايره بكري هاد البلاصه. هاد اللوز هذا، هذا الجر ديال اللوز، شوف تبارك الله هنايا كامل اللوز. ودوك حنا في الوقيته ديال النوار ديال اللوز، يعني حنا في فيفري. يعاود لي قال لي هاد البلاصه هذه كانت كامله بيضاء بالنوار ديال اللوز، يعني الخير اللي كان هنا تبارك الله. ومع الاسف دوك ها هو الجر، يعني الوقيته ديال النوار ما كاين والو، ها هو الجر يبس بالجفاف، الشجره يابسه، بقاو غير العمايد، يعني بقى غير الحطب، العروق ديالها يبسو. واخا كاع شي شجره ديري النواره كطيح، ما كتقبضش النواره لحقاش عطشان، شو الورقه كي ولات. يعني هاد الجر ديال اللوز بقى ولا غير حطب. شوف هاد البلاصه هادي عاود لي كلشي بيضاء، قال لي كان واحد المنظر هنايا، وبسبب الجفاف يعني كلشي تكرفس، كلشي يبس، وكلشي مشى. شوف هاد الاشجار، شوف هذا الشيء كامل هنايا مشى، هاد اللوز هذا اللي كان هنايا مع الاسف. هما الاخوان واحد جوج شجرات ديال اللوز هما منورين تبارك الله، هما دايرين هاد النواره هادي ديال اللي كتكون قبل الحب. وتخيلوا دركي هاد الشجرات هادو يعني بحالهم هنا يكونوا بزاف، تخيلوا على المنظر كي غادي يكون داير. هادي يعني واخا هكا كتهير متضرره بالجفاف، ولكن في واحد الوقيته منين كان الماء وكان الشتاء وكان الخير، يعني راه كلشي كان هنايا بهاد الزهور البيضاء تزينوا دوار وويزغت. يعني واحد الرسالة، يعني حقاش عندهم هنايا هاد الهندية هادي، يعني كاع مشات الهندية كيما باقي الدواوير، يعني في الجهة الشرقية كاملة الهندية كاملة مشات. والمشكل اللي راه عندهم هو هاد الهندية هادي كتقبض هاديك الحشرات، ديك الحشرة اللي معروفة بالهندية، يعني مديرون جاهم كتدخل عندهم للدار، يعني فوقاش ما شعلوا الضوء تهجم عليهم. يعني لا كاين شي طريقة ولا كاين يعني شي جهة اللي مسؤولة على هاد الشي هذا، يعني تكون عندها شي تدخل ان شاء الله.
باش يتنقص عليهم شويه المعاناه ديال هاد الحشره هذه، لحقاش نديرو نجياهم في الحياه اليوميه ديالهم. هذا الاخوان اللي هنايا داير عليها هاد الحيط، هذه المقبره ديال الدوار، الله يرحمكم ويوسع عليكم، انتم السابقون ونحن اللاحقون. هذه المقبره ديال الدوار، مقبره قديمه، وهنا كاين المسجد، كاين الجامع، غادي نوصلوا له ان شاء الله نستكشفوه. هنا كاين الساكنه عاود الديور ديال الدوار. كاين هاد الحاسي هذا هنايا عاد جديد، ماشي بزاف يعني هاد السنين التاليه، البهايم البقر، المهم جميع الحيوانات اللي كيربيهم هنا في الدوار باش يبقاو يشربوا به، دير له هنا الطاقه الشمسيه. هاد البني هذا اللي هنا هو مسجد، يعني بداو فيه ولكن ما كملوش. وكاين المسجد القديم هنايا في الدوار، غادي نمشيو دوك ان شاء الله نصليو ونشوفو كي داير. ورساله عاود لولاد الدوار كما نقول، لحقاش انا كنت جيت هنايا هذه واحد العامين لهاد الدوار كنت صورته، ولكن يعني كيجي دركي لقيتو هو هو ما تبدل فيه والو. يعني اذا كان اي ولاد الدوار اللي ميسر عليهم الحل يشوفوا لهنا لهاد الدوار هذا ويحاولوا يكملوا المسجد، ولا الا كان شي مشكل هنا يحلوه، ولا المهم هما يعرفوا، ولا يرمموا هذا المسجد هذا القديم باش يبقى التاريخ. المسجد هو ما عندوش حتى السمع، يعني دايرين له البوق في الحديد، مسجد قديم. غادي ندخلوا دركا نستكشفوه ان شاء الله، نصلي صلاة العصر بسم الله. المسجد، السلام عليكم. من بعد ما صلينا العصر دركا نبارطاجي معكم المسجد. هو عبارة عن بيت كبير، والسقف ديالو بالخشبة والقصبة، يعني مسجد قديم. وسولت دركا يعني مرسلات، سولت هنا يعني الناس ديال الدوار، قالوا لي بلي داك المسجد اللي كان يتبنى فيه مشكل ديال الورثة بزاف، باش تدي الرخصة يعني ديال تكمل الخدمة، خص كاملين يسنيو الورثة، والورثة ما يقدروش يجمعوهم، كاين عدد كبير تقريبا 30 وارث اللي كاين، وخصهم كاملين يعطيو الموافقة على هذيك الارض هذيك باش يتبنى فيها المسجد، وما قدروش. درك يعني الحل اللي كاين درك هو هذا المسجد هذا، الا كاين شي طريقه باش يترمم، يعني هذا المسجد يندار له صومعه ويكبر شويه مثلا، ولا المهم هنا ربما هذا ما عرفتش واش كيقدر ولا محروش القدره هذه، يمكن يبي كانوا يبنيوه كانوا يسقفوه، ما نظنش يكون يقدر. هو الجزء هذا بقى ديال الحائط، يعني كانوا هنا بيوت وديور، هاي هادي راه بيت، شوف الحيط قداش ديال البني اللي كانوا يبنيوه. انا لو كان بحال المرح هنايا، شوف شكل كلشي مشى، هادو راه قدام، شوف حنا مكلهيت مرة الشجرة هادي. هنا كاين واحد الملعب ديال الكرة خادمين ولا الدوار، ربما الشباب ديال الدوار كيلعبوا فيه هنايا. هذا صارج، يعني دوك راه ما خدامش، الماء ما كاينش. هذا الملعب هذا هنا سابقا ربي كانت الشارع، كانت هذه البلاصه كانوا يفلحوا فيها، هذه البلاصه هذه راه كانوا يفلحوا فيها هنايا، ودرك بسبب الجفاف يعني راه استغلوها داروا فيها هنايا هذه الخشبات، عباره عن مرمى، جوج خشبات من هنا وجوج من هنايا، وكاين لعبوا هنا كرة القدم. اوكي عاد كاين ديك الدار لهي دوار وويزغت. ودرك الاخوان غادي يمشيو للمكان التاريخي ديال الدوار، غادي يمشيو لتيم طهرت. تيم طهرت، وهاد تيم طهرت هي العين ديال الدوار، نمشيو نستكشفوها نشوف واش فيها شي ما ولا ما فيهاش. سابقا يعني راه كان هنا واد، كان العين كانت فيها الماء بزاف، دوك غادي نشوف واش باقي شي ما ولا ما باقيش. هذه هي تيم طهرت، هنا راه كاين الماء يعاودو ليك الخير ديال الماء. يعني رغم الماء ما كانش، ولكن هذا راه خير كتير، أول مرة ما كيخرج والو، حاجة قليلة 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 ما كاين والو، يعني راه مبلوكي، هذا بحال راه غير حقنين وصافي. هاد الماء هذا يعني واحد النسيس قليل ديال الماء اللي غيخرج من هنايا، ولكن رغم ذلك راهم يشربو بيه هنايا، أو ربما حيوانات فايتين، ربما حشرات، ربما متقدرش كاع تعرف،
هو الماء اللي راه يفوت، شوف قليل، واحد نسيس قليل ولكن فيه البركه. هو هنا نورمالمون كان الماء هنايا، كان الخيرات ديال الماء كانوا يخرجوا من هنايا. هذا هو المكان التاريخي ديال الدوار عين تيم طهرت. شفتوا الاخوان كي كان داير وكي ولات قبل، ما عندناش مع الاسف ما عندناش صوره ولا فيديو ولا كيوثق العين كي كان داير، ولكن على ما كيعاودوا الساكنه كان الماء بزاف هناك، الخير ديال الماء. درك الاخوان رحنا كنتواجدوا بالجهه الغربيه ديال الدوار، يعني حنا في الغرب ديال الدوار. شوف الديور كي كيبانوا ما شاء الله، شوف دوار وويزغت بجبال بني زناسن اقليم بركان. ومن هنا عاود كاين الساكنه ديال الدوار. دوار وويزغت، وهذا الدوار راه مقسوم على زوج، يعني مقسمين هاد الطريق هادي، كاين الساكنة بهاد الجهة وكاين الساكنة بهاد الجهة. الإخوان من هاد المكان هذا التاريخي ديال الدوار وويزغت اللي هو عين تيم طهرت، نكون وصلنا لنهاية ديال هاد الفيديو هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو هذا مع الأصدقاء ديالكم، مع الأحباب ديالكم، ما تنساوش تصليو على النبي. شكرا بزاف على المشاهدة، وبسلامة عليكم حتى الفيديو آخر إن شاء الله.